قامت مؤسسة حياة كريمة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة البريطانية بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع. تضمن هذا البروتوكول تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية، وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عددا من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقا للتنسيق بينها وبين المؤسسة، فضلا عن تقديم الاستشارات والندوات وورش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة والقيام بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها المؤسسة. في دلوقتي 20 عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعة شغالين فقط ان هم يعملوا مشاريع، اذا كانت خدمة مجتمع، اذا كانت أنشطة طلابية، اذا كان تعليم وتعلم، اذا كان أبحاث، كلها تبقى متوائمة مع أهداف المبادرة بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. احنا بنتعاون مع المجتمع المحيط من خلال القوافل الطبية، من خلال تعليم الطلبة، أهم حاجة المواطنة، دي أهم حاجة عندنا. طيب الجامعة البريطانية في مجال المواطنة ده اشتغلت بقى فترة طويلة في انها بتطلع مع القوافل الطبية بتاعت رئيس الوزراء، بتطلع في عندنا كلية طب الأسنان بتساعد في معالجة الناس مجانا، عندنا كلية القانون بتعمل حاجة عيادات قانونية مجانا. في الحقيقة احنا اصلا نزلنا وبدأنا الشغل على الارض قبل بتوقيع البروتوكول، نزلنا في عدة مبادرات منها مبادرة انت الحياة اللي تمت بمحافظة الفيوم، طبعا كان في للجامعة البريطانية دور كبير جدا ومساهمة على الارض معانا في الكرة الاكثر احتياجا، منها القوافل الطبية طبعا بالاضافة الى القوافل الدعم النفسي للمدرسين ازاي يتعاملوا مع الطلبة، ده برضو كان شكر شغالين فيه، ودكاترة الأسنان ده برضو كان شك احنا كنا برضو بنتعاون فيه مع الجامعة البريطانية.